حياكم الله من جديد. لا يعرف الرجال إلا عند المصاعب والأزمات، ولا يعرف الصديق إلا في لحظات المحن والضيق، وعند الشدائد تظهر معادن الرجال. هذا ما سطره الشهيد علي البطاشي عندما قدم روحه ثمنا في سبيل إنقاذ والد صديقه من الغرق. وهل هناك شيء أغلى من الروح على صاحبها؟ فقد قيل إن الرجال وإن قلت معادنها وإن قلت معادنها ذهب، عند الشدائد تطلبها في الحال تلقاها، تحمل إليك الخير أينما رحلت، وتدود عنك صعابا كنت تخشاها. ينضم معنا للحديث عن هذه القصة وعن هذا الإيثار العظيم بين الأصدقاء أحمد الخميسي، أحد أقارب الشهيد علي البطاشي. حياك الله معنا أحمد. حياك الله حبيبنا، أهلا وسهلا. حياك الله. بداية أحسن الله عزاكم، عزانا لكم ولأسرته الكريمة، وعوضكم الله مصابكم خير إن شاء الله. الله يجزاكم بالخير، وشاكرين ومقدرين حقيقة تعازيكم وأيضا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد وأن يكتبه في الشهداء، وهو لا شك بإذن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الغريق شهيد، وهو شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. أحمد، ليتك تضعني في الصورة، وش كانت التفاصيل؟ يعني كيف كانت الوفاة؟ وش القصة؟ حياك الله حبيبنا. أولاً أمسي عليك وأمسي على جميع الأخوة والأخوات المشاهدين لروتانا، وأقول الحقيقة المشهد مؤلم، وبما فيه من الألم، فيه من البطولة، وفيه من التضحية، وفيه من الإيثار وتقديم الروح، عندما الحقيقة يجد الإنسان أنه يعني في موقف يستدعي أن يكون أو لا يكون. علاقة قوية تربط بين الأخوين، الأخ علي عمر البطاشي وصديقه يعني أيضا رشيد محمد المرحبي ابن الشايب الذي كان محتجزا. القصة وما فيها، في حدود الساعة 5 من يوم الجمعة الماضي ذهب الابن رشيد مع والده المسن العم محمد بن أحمد المرحبي إلى أرض زراعية. طبعا احنا في هذه الفترة مشكورة حكومة الرشيدة أنشأت سد وادي قنونة، ويعتبر من أكبر السدود الموجود في محافظة يعني القنفذة، وطبعا من أشهر الأودية الموجودة عندنا وادي قنونة. هذا السد فتح يعني لأول مرة لهذا العام، وكان حقيقة يعني شيء جميل للمتنزهين والمستمتعين في ظل أيضا الأجواء الربيعية التي كانت في الفترة الماضية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل. في آخر أيام يعني هذا الماء، والماء ليس بالماء الغزير ولا بالماء الكبير، تعرف ماء السدود وعلى مسافة بعيدة يعني امتداد ممكن أكثر من 80 كيلو بعد السد عن هذه المنطقة الزراعية. في هذا المساء يوم الجمعة انطلق العم رشيد، العم محمد، مع ابنه رشيد، يعني قال له اذهب بي الى 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 الارض، او نسميها نحن البلاد، وهي تسقى عادة او تزرع عادة بالسيول او من خلال مثل هذا السد. فكانت في موقع الحقيقة يعني قريب لهذا الوادي، وتحيط بها كثير من الاشجار، خاصة اشجار الاثل، وفي مناطق مستنقعات بالماء لا يعلمون يعني ما مدى هذا الماء، فكان كانت ما في المزرعة أو الأرض ما هي قريبة لموقع السيارة، وتعرف الآباء وخوفهم على الأبناء. قال لابنه انتظرني وأنا سأذهب إلى هذه الأرض أو هذه البلاد وسأعود لك، أشوف الموية وأشوف إيش وضعها وكيف يعني زراعتها. نعم. التف الوالد حقيقة على الأرض من ناحية بعيدة وتأخر عن ابني، أتت يعني حدودهم، خرجوا إلى الساعة 5، مرت نصف ساعة، ما كان في حقيقة يعني رد الوالد، ما رد لابنه، والعادة أنه يعني 10 دقائق، فاضطر الابن أنه حقيقة يبدأ ينادي في هذا الوادي بصوت عالي للوالد. رد عليه وبلغ وقال له يا ابوك انا الان وانا في مويه وانا الان على شجره الاثل، انا وضعي طيب باذن الله، لكنه محتجز، الوالد محتجز وامامه هذا الماء. بالصدفه
اتصل الحقيقه الشهيد نسال الله ان يتقبله الاخ علي البطاشي، اتصل على زميله رشيد لانهم عيشه يعني عمر او علاقه نعم. عمر نعم. يذهبون سويا يتعشون يسولفون العصريه مع بعض في الليل، يعني بينهم علاقه وطيده جدا. يقول اتصل علي فقال لي ايش بك يا رشيد؟ ايش اللي فيك؟ صوتك مو عاجبني. قلت له ابد والله، يقول انا في فحمه قلق وخوف، رحت اشوف الوالد، الوالد محتجز. قلت له والله ابويا صراحه انه في الوادي وعلى شجره ولا عارف ايش يسوي. قال انا جايك انا. فين الموقع؟ قال له اعطاه الموقع وصل عنده مباشره دون تردد. يقول فكرنا احنا اياه، اخذنا كان معايا حبل او حجاز، حبل كبير، اخذنا هذا الحبل وبدانا ننزل حتى نحاول ننقذ الوادي. يقول وصلنا الى الوادي او الى حرف الماء، فربطنا الحبل بشجر يعني شمال الوادي، وهم بينزلون الان بيقطعون الوادي او الماء المكان الماء هذا حتى يصلون الى هذه الارض التي يعلق بها الشاي. يقول اربع محاولات، يعني هذه يمكن تفاصيل لاول مره حقيقه تخرج، اربع محاولات الحبل ربطوه، نزلوا المحاوله الاولى يصل الماء الى يعني الذقن، يعودون المره الثانيه يرجعون، المره الثالثه يرجعون، المره الرابعه يرجعون، وهم يسمعون حقيقه يعني استغاثه الوالد في هذا الموقع. نعم نعم، وما استطاعوا انهم يسوون شيء. الحقيقه انه الاخ علي رحمه الله عليه فيه من النخوه وفيه من الشهامه وفيه من الشجاعه وفيه من الاقدام. فمباشره قال لصديقه انا بذهب من الناحيه الغربيه، انا بامشي مع مجرى الماء وبادخل، والله ما اترك الوالد. يعني الوالد ما يبغاهم حقيقه انهم يندفعون في هذا الماء، لكن الاخ علي خاصه ما استطاع انه يعني يشاهد المنظر ويجلس مكتوف الايدي. المره الخامسه هذه سبحان الله باندفاع علي ما ربط الحبل في شجره، وكان راس الحبل في يد علي والحبل بقيه الحبل الكبير في يد ابن الشايب رشيد. دون ما ربطوه في اي شجره، لا اتجهوا الان يعارضونه ويمشون محاذين للماء او محاذين للوادي حتى يقطعوا. فبداوا الان في النزول. للاسف الشديد ان بدايتهم في النزول كان في وحل وفي منطقه حقيقه مغموره بالماء بشكل كبير جدا. في وقتها يعني تعرف الموت ولحظات الموت سبحان الله، يعني الاخ رشيد وكلهم تحركوا، لكن سبحان الله هو يعني كانت ساعته ولحظته ان يموت في هذا الموقف الذي هو يحاول ان ينقذ فيه هذه الاستغاثه من هذا الشايب المسن وفي هذا الظرف حقيقه. فشاءت الاقدار، لم يستطع الخروج وغاب عنهم تماما ولم يشاهدوه. الرشيد ايضا نفس الكلام، كانوا هو يعني هو يا سوا رشيد سبحان الله قفز يعني هذه القفزه وكان رجله يعني اتت في مكان مرتفع، والله سبحانه وتعالى كاتب له بعمر وقريب منه ايضا شجر الاثل، لان المويه في منطقه شجريه محاط بالشجر حتى في داخل الماء. نعم داخل الماء. نعم رحمه الله، يعني رحمه الله حقيقه موقف صعب يمكن شديد على اي احد انه يتحمله. لكن أسألك احمد، كم كان عمر علي الله يرحمه؟ عمر علي في الثلاثين، وعلي حقيقه هو متزوج. علي اعزب وحقيقه لعل الظروف الماديه حالت دون ان يتزوج علي. علي مكافح يعمل في شركه بسيطه جدا براتب ضئيل، ربما اخوه الصغير لانه يعمل في العسكري وكذا استطاع ان يتزوج، هو يريد ان يتزوج ويكون نفسه بنفسه، لكن شاءت الاقدار. اسره كبيره الحقيقه عند هذه نعم. عند علي يعني حدود 10 اشخاص. كذلك من الامور يعني ان والده يعمل حارس في مدرسه وهو على وشك التقاعد. امه ايضا صلى الله ان يشافيها وان يعافيها مريضه بالسرطان. نعم. وتاخذ كيماوي. ظروف الاسره ظروف حقيقه يعني تحتاج الى 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 لفته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يسهل. لكن الجميل في هذا الشاب حقيقه انه ما تردد نهائيا
في اتخاذ القرار أنه يلبي هذا النداء، نداء هذا الشاب الذي استغاث بهم جميعا. شكرا جزيلا لك أحمد، غفر الله لعلي وأنزل على قبره شآبيب رحمته، أتمنى له المغفرة وندعو له بالمغفرة والسلوان، وأن يلهم أهله أيضا الصبر جراء هذا الموقف، موقف صعب لا شك، لكن هذا الموقف هو موقف يدل على جرأة وشجاعة ومروءة لا يتأخر عنها العديد من السعوديين. شكرا جزيلا لك أحمد الخميسي، أحد أقارب الشهيد علي البطاشي الذي توفاه الله غرقا بعد محاولته إنقاذ والدي صديقي. فاصل بنا.